تعالى يقول ورضوان من الله أكبر. الآن إذا واحد يجي يقول للكم أنتوا إذا تشعرون أن أبوكم راضي عنكم قد تفرحون بذلك؟ أبوكم اللي تعتقدون بتحترمه هذا راضي عنكم، يقول أنا راضي عنك كاملا، قد تفرحون بذلك؟ إذا واحد يجي كما في قضية طه نجف يقول لكم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه راضي عنكم، الإمام قال له في تلك القضية المعروفة أنت مرضي عندنا، كم نفرح وكم نسر بذلك. الله تعالى يخاطب أهل الجنة، مضمون الرواية أنبئكم بما هو أفضل مما أنتم فيه، يقولون بلى ربنا، يقول رضاي عنكم ومحبتي لكم، الرضا والمحب، واحد يشعر أن الله راضي عنه، أن الله تعالى يحبه، هذه أكبر لذات الجنة، أن أهل البيت راضين عنه، أن الصديق الكبرى راضي عنه، هذه أكبر لذات الجنة.